وهذا رفض من ساحة الأحرار. بالمناسبة احنا ما لنا علاقة حزب يرضى جهة تأيده، احنا ما لنا علاقة بكل الأحزاب، كل المشاركين بالعملية السياسية فائزين متفق عليهم، أما هم يلعبون بالمتظاهرين ويحطونهم بوسط دائرة من النار ويختلفون عليه ما لنا علاقة، احنا عندنا عقل ونشوف نقيم الشخص المكلف. عدنان الزرقاوي كان قبل توفيق محمد علاوي اثنين ناس ينتمون للاحزاب وسياسيين فاشلين وعندهم كل واحد جنسيتين وتجربه سابقه، ذولي ما يمثلوننا، فاي جهه ترفضه احنا مو ويا هاي الجهه، واي جهه قبله احنا مو ويا هاي الجهه. احنا مثل ما يقولون عقلك براسك وتعرف غلطك. هذا مرفوض، نريد شخص عراقي، واكيد الشعب العراقي به كوادر تستحق ان تتصدر هذا المكان.